تحدي التحدي قوم ودافع عن رأيك والكل سامع، قل لنا الأضرار وطبعا قل لنا ايه المنافع، وابن رأيك عالدليل قل لنا بأسلوب جميل، واسمع الرأي البديل تلقى نور الحق ساطع. ايه تحدي ايه فلتر ورب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، واهلا بكم في حلقه جديده وتحدي جديد من حلقات برنامج التحدي. حلقه اليوم هنناقش فيها دور النقابات العماليه بمصر. هل النقابات دي فعلا بتجيب حق العامل ام انها نقابات لاهداف شخصية؟ وحول هذا الموضوع يشرفني في هذه الحلقة أنا أستضيف الأستاذ إسماعيل العشري، أمين عام النقابة المستقلة في الإدارة العامة بهيئة النقل العام. أهلا بك. أهلا بك. إدارة شكل صحة وجبة. أهلا وسهلا. على الجانب الآخر الأستاذ محمد أديب الكاتب الصحفي. أهلا بك. أهلا نور. أهلا بك. خلينا نبدأ الحلقة أسألك كده، أنت شايف النقابات العمالية المستقلة شايفها إيه في مصر؟ والله يعني معظم النقابات اللي خدت لقب مستقلة ظهرت بعد ثورة 25 يناير. ودي نتيجة أحداث الفوضى الخلاقة اللي بيقولوا عليها أو الفوضى المفتوحة، وكانت سلبياتها أكثر من إيجابياتها من وجهة نظري الشخصية. يعني سلبياتها حصلت إن هي يعني بدل ما تدي عدد للنقابة الأمة والنقابة الرئيسية، طالما في نقابة، لو ما عنديش نقابة لفئة معينة من العمال أو من مجموعات موظفين أو ما شابه، يبقى أنا بطالب إن أنا أنشئ لهم نقابة، والنقابة دي لها دور اجتماع ودور مهني ودور تقني ودور وعي وتثقيف وهكذا. يعني مش مجرد ان انا اعمل نقابه عشان اصدر شويه كرنيهات، واسف في التشبيه، ان انا احصل من وراها بعض الماديات او اموال، او استغل الاعضاء اللي عندي ان انا ادخل بيهم في صراع سياسي او صراع جدلي او في جوه المؤسسه او المنظومه اللي انا بشتغل فيها. فسلبياتها ظهرت اكتر من ايجابياتها. وعلى الاقل خلاص يعني غالبيه النقابات اللي ظهرت تحت مظله نقابات مستقله، سواء بقى للاعلاميين او الصحفيين او اللي عاملين بالنقل العام او اللي عاملين باي جهه حكوميه او اي قطاع، كانت الـ الهدف منها هو الحصول على امتيازات خاصه والحصول على باور خاص للاشخاص اللي هم بيقوموا على النقابه بصفه عامه. ما بنخصصش الموضوع لايه؟ لفرد معين او نقابه معينه يعني. جميل. على الجانب الاخر استاذ اسماعيل، كيف ترى دور النقابات؟ هل هي فعلا زي ما بيقول الاستاذ اسماعيل سلبياتها اكثر من ايجابياتها، بتقوم على اهداف ومصالح شخصيه اكثر من ايجابيه؟ انا اسماعيل الاول. استاذ اسماعيل حضرتك قلت زي ما قال اسماعيل، فانا اسماعيل مش الاستاذ محمد. سوري. نعم حضرتك استاذ اسماعيل. استاذ اسماعيل. تمام. اتفضل. هقول لحضرتك حاجه، سبب وجود النقابات المستقله هو عدم وجود دور حقيقي فعال للاتحاد العام لعمال مصر. الاتحاد العام لعمال مصر هو اتحاد مسيس لجهة الإدارة ضد مصلحة العمال. الاتحاد العام هو اللي باع الشركات وباع العمال أنفسهم، وهو اللي أهدر اقتصاد مصر ومازال يهدر ومازال يفسد، والمفسدون كثيرون. الجهاز المركزي للمحاسبات حصريا طلع اكتر من مناقضه وقال ان في تلاعب في الجهاز دوت، تلاعب في الجهه دي اللي هو اتحاد عمال مصر. بيقولوا ان النقابات المستقله هي نقابات سين او صاد كذا او كذا بسباب، يعني السباب ديت فيها سبه، والسبه ديت للنقابات المستقله هي غير صحيحه. لولا تراخي الاتحاد العام لما وجدت النقابات المستقلة والاتحادات المستقلة. أنا واحد من الناس، أنا أمين عام النقابة المستقلة بالإدارة العامة بهيئة النقل العام. سبب وجود نقابتي إني عندنا أربع لجان نقابية تبع نقابة النقل البري، واللي هي كان يرقصها الجبالي اللي هو رئيس اتحاد عمال مصر. طبعا أنا شخصه لا يهمني في شيء ولا أريد ذكره، لكن أنا بتكلم عن الاتحاد العام وعلى منصب رئيس الاتحاد العام. الاتحاد العام فيه مساوئ كتير قوي واضحة للعيان. أولا انتمائه للدولة ضد العمال ده حاجة أمر مفروغ منه، ولولا هذا لما وجدت النقابات المستقلة. النقابات المستقلة هي الراعية الحقيقية لحقوق العمال. كل المكاسب اللي حصل عليها العمال من بعد 25 يناير
بالنسبة للنقابات المستقلة فقط هي اللي يعني أنجزت. على أرض الواقع النقابات المستقلة هي اللي بتتحدث لحقوق العمال، مفيش حد في الاتحاد العام بيتكلم عن حقوق العمال، كل اللي كان بيعمله الاتحاد العام بيحضر مناسبات الرئيس ويقول له عايزين ايه؟ نشحت، عايزين نشحت المنحة يا رئيس. يعني انت عايز تقول لي انه سبب وجود نقابه مستقله هي تراخي الدور الحقيقي لاتحاد عمال مصر. تمام كده. جميل. استاذ محمد، انت هل تتفق او تختلف مع فكره انه بسبب تراخي اتحاد العمال وجدت النقابات المستقله؟ لا، انا زي ما قلت لحضرتك فكره انبثاق نقابات مستقله عن النقابات الام او النقابات الرئيسيه اللي موجوده في كل قطاعات الدوله هي انشئت، تم انشائها بعد احداث 25 يناير وفي عهد الوزير احمد البرعي وفي عهد الاخوان ونظام الاخوان، وده كان مخطط سياسي بمحاوله تمكين وهيمنه من مش بتكلم عن السيد اسماعيل، انا بتكلم عن اشخاص معينه عموما، يعني بتكلم عموما من النظام الاخوان، ان هو بيحاول يعمل احلال للنقابات الرئيسيه او زي نقابه الصحفيين، زي نقابه المحامين، زي نقابه الاطباء وهكذا الى ما شابه، عشان يقدر يعمل سياسه تمكين في وسط النقابات دي. طلعت احداث في النقابات ديت تتجه استغلالها اتجاه سياسي او اتجاه اقتصادي، ما بنتكلمش عن نقابه العاملين بالنقل العام فقط، بنتكلم عن النقابات عام بصفه يعني. عامه. لكن المردود العام من النقابات المستقله ما شفناهوش النهارده. اذا كانت النقابات الرئيسيه او النقابات الام في عهد الحزب الوطني او في بترعى الحكومه او بتأيد الحكومه، ده سلبياتها ماخوذه عليها ما اختلفناش، لكن احنا لغايه النهارده ما وجدناش اي ايجابيات ظهرت للنقابات المستقله في كل القطاعات، مش في قطاع النقل العام فقط. مفيش اي ايجابيات، مفيش اي ايجابيات ظاهره او واضحه في كل القطاعات. واذا كنت حضرتك هتنسب اذا كان الحد الادنى للاجور او ما شابه او اي حاجه، ده كله شغل يعني مطالب فئويه وضغط على الحكومه من خلال التظاهر او الاعتصامات او ما شابه، ما كانش نشاط نقابي بحت او ما كانش يعني مردوده لنقابه معينه او حتى عده نقابات اشتركوا مع بعض وعملوا فعاليه معينه وانتهجوا منهج معين يقدروا يحطوا بيه او يسنوا بيه قوانين مع الحكومه او بالتنسيق مع الحكومه او مع الوزارات المعنيه، لكن كلها كانت مطالب فئويه ونتيجه الضغوط السياسيه اللي بتمارس على الدوله في الوقت دوت، الدوله استجابت رغم ان ده حق العامل، لكن في نفس الوقت الدوله ليها حق على العامل، سواء الحق العامل اللي حق في الحد الادنى للاجور او تطبيق الحد الاقصى كمان للاجور، لكن برضو احنا عندنا سلبيات كتير في قطاع الاعمال في مصر وبخاصه في الكوادر الوظيفيه، وعندنا بنعاني من 7 أو 6.8 مليون موظف بيشتغلوا على خسائر الدوله، ما بياخدوا رواتب من خسائر الدوله. الاستاذ اسماعيل يشهد ان هيئه النقل العام خسائرها في 2016 وصلت 300 مليون جنيه وهم بياخدوا مرتباتهم. انت حضرتك لو انت عملت شركه نقل عام زي ما ناس كتير قطاعات في القطاعات الخاص عملت شركه نقل عام واتفاجئت ان انت بتخسر، هتعمل ايه؟ هقول لحضرتك حاجه. اولا انت مقر معايا انت مقر معايا الاول عشان نحط النقطه على الحروف. ايوه انا مقر معايا ان هيئه النقل العام بتخسر ولا بتكسب. ده انا هوضح ان حضرتك الاتحاد العام هو اللي اساء للعمال وخسرهم. بس عشان نحط يعني هو عايز طيب هو عشان نحط النقطه على الحروف، العام بتكسب ولا بتخسر؟ هيئه نقل العام بتخسر على الورق. يعني ايه بتخسر على الورق؟ هقول لحضرتك. يعني هم مثلا يعني بيقدموا ميزانيات مضروبه وبياخدوا فلوس في جيوبهم؟ لا انا مش هتكلم، انا ما هي ده معنى كلمه على الورق. انا هقول لحضرتك ده معنى كلمه على الورق. دلوقتي حضرتك بتاخد مرتب منين؟ من الوزاره، من هيئه نقل العام. من هيئه نقل العام. احنا بقول لحضرتك هيئه نقل العام دي تابعة للوزاره، وزاره النقل. هقول لك يبقى الوزاره دي بتخسر الدوله. انت القصيد انا الوزاره دي اسمعني. طب يا استاذ انا رافع دعوه الوزاره دي بتخسر. طب انا بس انا عايش النقطه دي نثبتها وننهيها. الوزاره بتخسر الدوله، وزاره النقل بتخسر الدوله عن طريق هيئه النقل العام. انا ماليش علاقه بوزاره النقل، انا ماليش علاقه. انا عايز اوضح لك، اصل انتوا ما عندكوش المفهوم الكامل لموضوع الهيئات. الهيئات الحكوميه دي هيئات كتير قوي. طب انا برضو احنا هستاذنك بس اوضح بقى النظريه. ما انا مش عايز اخرج من النقطه دي. لما انا هيئه النقل العام هيئه مستقله ذات موازنه خاصه. هيئه النقل العام بتخسر ولا بتكسب؟ بتخسر. بس خلاص تمام. كمل بقى حضرتك رديتك كده اوضح. طب هي بتخسر ولا بتكسب؟ انت قررت الحقيقه بتخسر بس على الورق. على الورق. على الورق. ايوه لان انا عايز انجحك. طب وضح لي يعني على الورق عشان مش فاهم. هقول لك هنجحك وهقول لك ان فعلا هيئه نقل العام بتخسر بالنسبه للجهاز المركزي للمحاسبات، بيثبت فيه ما يثبت فيه يعني خساره هيئه نقل العام. لو حضرتك واحد عنده عربيه ميكروباص
بيبقى كمان سنة أو سنتين يبقى عنده اتنين وعنده تلاتة وعنده أسطول. هيئة نقل العام بتخسر ليه؟ علشان فيها بتخسر. ما أنا هقول لحضرتك بتخسر ليه؟ ها. أولاً إحنا عندنا عدد من العمال كتير جداً. إحنا تعدادنا يفوق كان 46,000 بعد انضمام الشركة لينا. الشركة دي 5 فروع. إحنا هيئة نقل العام ورثنا ديون لشركة القاهرة الكبرى حوالي مليار و100 مليون. حوالي 900 مليون. ومترو مصر الجديدة حوالي مليار و100 مليون. دولت خسائر بالنسبة لنا إحنا. إحنا علينا ديون للبنك حوالي 2.5 مليار. الخسارة دي جاية منين؟ من هيئة نقل العام؟ لا طبعا. انا بقول لحضرتك لو واحد عنده عربية ميكروباص في خلال سنة يبقى عنده 2 و3 وعنده اسطول بعد كده. احنا خسائرنا علشان كان في نظام فاسد بيوجه سياسة العمال لسياسة الدولة. يعني بياخد العمال لسياسة الدولة. فكان عندنا مجلس ادارة فاسد بدأ يعين عمال بدون اي لازمة علشان بس ينجح انتخابات في مدينه مصر. استاذنك بس. طب النقابه حضرتك طلعت امتى؟ انت انشات النقابه امتى؟ في 2011. طيب النهارده كام سنه؟ 27/4/2011. ايه النتيجه في الفساد؟ بتخسر. انا بكلمك في 2016. لا الفساد. لو انت شفت الرينج بتاع المكسب بتاع هيئه نقل العام كبير جدا. انا بقول لحضرتك احنا ورثنا في 2016 300 مليون جنيه خسائر. على فكره يعني بعد ما النقابه بتاع حضرتك طلعت بخمس سنين. اوضح لحضرتك يعني انا بقول لك انا ورثنا اسطول متهالك. ورثنا استاذنك بس. احنا ورثنا اسطول متهالك. احنا ولا اسطول عدى عليه 5 سنين يا استاذ اسماعيل. عدى عليه 5 سنين. ده قانون ثابت ان العربيه لو عدت 5 سنين تكهن. انت حضرتك سامعني؟ انا عندي اتوبيس شغال بقاله 25 سنه. هو بيكلمك. لا هو بيكلمك انه بعد 5 سنين من قوتكم. انت حضرتك دلوقتي النقابه الرئيسيه فاسده. ايوه بيسرقوا على الورق. تمام. ميزانية بتكسب بس على الورق بتخسر. خلاص بقى خلاص. بموافقة اللجان اللي ربنا انعم علينا. ربنا انعم علينا بحضرتك وزمايلك. تمام. انشأت نقابة مستقلة. الحمد لله. عشان حقوق العمال. تمام. من 2011 لغاية النهاردة النقل العام بتخسر 300 مليون في 2016. عارف حضرتك 300 يعني مليون يعني عندي 5 سنين 300 بمليار ونص. المترو ده بيخسر. السكة الحديد بتخسر. انا بقول لحضرتك هيئة نقل العام هيئة خدمية. طب انت عملتوا ايه؟ هقول لحضرتك هيئة خدمية بتقدم لخدمة الجمهور خدمة مجانية. انت فاكر ان الاتوبيس اللي هو انت بتدفع فيه تذكرة 2 جنيه دلوقتي او جنيه. احنا عندنا اتوبيس بجنيه وعندنا اتوبيس ب2 جنيه. بتخسر ليه؟ علشان المشوار اللي بيقطعه ب2 جنيه ده لو انت ركبت فيه ميكروباص هتدفع 15 جنيه. يبقى حضرتك مشكور بالطالب بحقوق العمال. فين حقوق الدولة؟ ما انا هقول لحضرتك الاثنين. هقول لك الاثنين مع بعض. اصل هي لا تنفصل. انا نقيب عمال. مش معنى كده ان انا ضد الدولة. بالعكس انا مع الدولة ومع العمال. انا الوسطى الوحيدة اللي ممكن تفيد الدولة انا. يعني المفروض ان الدولة تلجأ ليا انا لان انا اللي قريب من العمال. مش اللجان النقابية. طب حضرتك اللجان النقابية استاذنك. اتفضل. اللجان النقابية دي معينة وبتقبض راتب وليها مصالح. انا بقى متطوع ما باخدش اجر. انا متطوع ما باخدش اجر بس. لا ده انا بدفع من جيبي. حضرتك بتصرف على نشاط النقابي منين؟ من جيبي. من جيبك الشخصي؟ والله العظيم من جيبي. كام ميزانيتك في السنة؟ لا ما اقدرش اقول لك ميزانيتي في السنه قد ايه. لكن اقول لك انا كسبت. هقيم نشاطك ازاي؟ احس ان نقابتك دي فعاله ولا مش فعاله ازاي؟ انا خدمي متطوع خدمي. ما انا بقول لحضرتك مجهودك يعني ولا فلوسك؟ لا بمجهودي. ما بتصرفوش؟ بنصرف على نفسنا. طب اعضاء النقابه استفادوا ايه من حضرتك؟ انت متطوع خدمي. اعضاء النقابه استفادوا منك ايه؟ لا كتير. ايه النهارده؟ اولا انا بقدم راي. هعرف منك ايه اللي استفادون العمال ولكن في الفقره الثانيه من هذا البرنامج. تمام. وهي فقره بدون تحفظ للطرفين ان يعلق كل منهما على كلام الاخر. ننتقل لهذه الفقره ونعود مره اخرى. الفقرة الثانية من هذا البرنامج وهي فقرة بدون تحفظ نناقش في هذه الحلقة دور النقابات العمالية المستقلة في مصر. استاذ اسماعيل كنا قبل ما ننتقل لهذه الفقرة كنت بتقول انه انتوا قدمتوا الكثير والكثير للعمال. طبعا يعني طبعا. ايه اللي انتوا قدمتوه للعمال منذ 2011 لحد 2017؟ تمام. اولا بدءا ذي بدء كده العمال دي كان مهدر حقوقها بكافة القوانين الموجودة. قانون 47 اللي هو قانون العاملين المدنيين بالدولة اللي هو تم إلغاؤه وصدر بداله قانون 18 لسنة 2015 وصدر بداله قانون 81 لسنة 2016 اللي هو قانون العاملين المدنيين بالدولة. إحنا كهيئة نقل العام هيئة مستقلة ذات موازنة خاصة خارج نطاق قانون الخدمة المدنية
ولسه ما عندناش قانون نتبعه. يعني سيصدر قانون فيما سيكون. ايه اللي قدمتوه قال عمر؟ انا هقول لحضرتك بدايه احنا ما عندناش قانون نمشي عليه دلوقتي. لو انا هتكلم عن مساوئ قانون 47 لان الشق الاداري فيه. امال حضرتك اسست نقابتك بناء على ايه لما انت ما عندكش قانون؟ كان موجود 47 حضرتك. يبقى انا قلت لحضرتك قانون 18 صدر سنه 2015، احنا انشئنا 4/11. برد على حضرتك، انت حضرتك دلوقتي بتقول احنا ما عندناش قانون يمشي عليه خالص. طب ازاي انت انشات نقابه بناء عن ايه؟ انت بتتكلم على انشاء النقابه. انشاء النقابه ده باتفاقيات دوليه 89 و98 بالظبط كده. تمام. وعلى فكره الاتفاقيات الدوليه اقوى من القانون. مين اللي سمح بيه؟ مين اللي سمح بيه؟ الدكتور احمد البورع. في عهد مين؟ ما انا بقول لك الدكتور احمد البورع. ايوه، نظام سياسي لمين؟ قول لي بس عشان المعلومه تكمل. لا انت كده بتلف. لا انا هقول لحضرتك صراحه. لا كده بتلف. انا مش بلف. لا لا لا، لا طيب. التوجه ده مش صحيح. انا مش توجه. لا لا لا، ما انا بقول لحضرتك عايز يوضح لي ان احنا من مساوئ النظام الماضي يعني ان هو بيلعب على الوتر ده. ده هي ما حدثش الا في النظام الماضي. لو عن العمال انت خاين استاذ. بيقول لك ان انت اصلا ده مساوئ. اسمع، في حد النهارده لو سمحت من 2013 لغايه النهارده قدر حد يعمل نقابه مستقله؟ ده علشان انت سوء. ليه بتهرب من اجابه السؤال؟ سوء منع. عشان ايه؟ ما انا بقول لحضرتك سوء الاداره. سوء الاداره ده اللي ادى لعدم سوء الاداره من وجهه نظرك انت. سوء الاداره من وجهه نظرك انت، مش من وجهه نظر النظام اللي بيحكم دلوقتي. ازاي بقى؟ ما انا بقول لحضرتك، عايز اقول لحضرتك بدون النقابات المستقله قانون. النقابات المستقله ها صب في جبين ها لا الاداره. انا بقول لحضرتك اهو، لان دي شقه الصف بتاعتك. اسال العمال انفسهم. لا لا لا، انا هقول لحضرتك ماذا عن اللجان النقابيه وماذا عن النقابات المستقله. انا بقول لحضرتك كل المكاسب جت على النقابات المستقله ما جتش في عهد اللجان. يا استاذ الفاضل، اللجان النقابيه تابعه للاتحاد العام. انت من حقك تعمل. لا لا، انت من حقك تعمل. الحرامي اللي باع الدوله ومؤسساتها. مش ضدك، انا مش ضدك. امال ايه؟ انت من حقك تعمل اصلاح نقابي من خلال المنظومه وهيحصل. النقابيه والله العظيم لا هيحصل. نختلف والله العظيم هنعدل المايله. انت منفعل. والله العظيم هنعدل المايله. منفعل ليه؟ منفعل ليه؟ انا مش بنفعل. انا عايز اوضح لحضرتك. لكن انت انا بسالك سؤال واضح. بتستجيب لنفسك انك تتكلم كتير. انا بعرف اتكلم والله. بس خلي انت اللي بتتكلم والله مش انا. انت اللي بتتكلم. طب خليه بس يطرح سؤاله. ايه سؤال؟ انا فضل. بساله سؤال مش راضي يجاوبني عليه. النقابات المستقله ها كانت بتهدف للسياسه. مش بتكلم عن استاذ اسماعيل. ايوه لا لا، ماشي ماشي ماشي، انا معاك. بس أيوة. مش بتكلم عن الحراك ولا النقابات العاملين بشكل عام. النقابات المستقله بشكل عام. النقابات المستقله كانت بتهدف سياستها لسياسه تمكين الاخوان ان هي تقدر تسيطر على النقابات. مين قال كده يا استاذي؟ انا رايي الشخصي. الاخوان كانوا موجودين في 2011. حضرتك يا استاذ اسمعني، نقابة الضرائب العقارية انشئت امتى؟ يا استاذ قبل الثورة. اولا توضيحا لكلامك، انا بقول لحضرتك هو مين هو قال النقابات المستقلة جت بعد 25 يناير؟ غير صحيح. مين اللي قال لك كده؟ انا بقول لك غير صحيح. لما تقول لي امتى في النقابة مستقلة قبل 25؟ الضرائب العقارية الاستاذ كمال ابو عيطة موجود ولا مش موجود؟ الاستاذ كمال ابو عيطة كان وزير القوى العامة. لا لا يا حبيبي، لا 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 لا، رئيس الاتحاد. انا ما انا بقول لحضرتك اهو، ما انا عارفه برضه. انا عارفه معرفه شخصيه برضه. انت عارفه معرفه. معرفة. لا أنا عايش معاه. طيب ماشي، ما انا بقول لحضرتك ده برضه مش قضيتي. انا بقول لحضرتك انت انشات نقابتك امتى؟ انا نقابتي انشات 4/2011. ما كانش في حاجه 2011 اسمها 2011. دي قبل ولا بعد؟ لا قبل الاخوان خالص. قبل الثوره. قبل الثوره. بعد الثوره. وعايز يقول لك انك بتتكسر. يبقى احنا يا استاذ الفاضل، يبقى احنا بنتكلم. هي نقابه الضرائب العقاريه دي مش مستقله؟ يا استاذي الفاضل، انا بسالك بقى. انت بتسالني. انا بقول لحضرتك نقابه الضرائب العقاريه دي انشات امتى؟ لا انا بكلمك عن نقابتك انت دلوقتي. نقابتك دي طلعت في 2011. مش بلف وازور والله. قال النقابات المستقله. قلت لك كل النقابات المستقله. كل النقابات المستقله. اولا انا بقول لحضرتك كل النقابات المستقله اللي خدت انشقاق عن النقابه الرئيسيه سواء في الصحافه او في الاعلام. يا استاذ اسمعني، هو مش في دلوقتي نقابه. احنا انشئنا من راي العمال. انا هسالك سؤال، مش في اتحاد عام لنقابات مصر؟ تمام. ومش في نقابه ام تتبع الاتحاد العام لنقابات مصر؟ تمام. طيب انت انبثقت عنها وطلعت بنقابه مستقله. انا نقابه هيئه نادي العام، ليس لنا نقابه في الاتحاد العام خالص. احنا في نقابه اسمها نقابه النقل البري، ودي بيتبعها اربع لجان. وانت حضرتك نقل بري ولا بحري؟ انا هيئه نقل العام هيئه مستقله ذات موازنه خاصه. يا استاذي، هو اولا لازم اعمل يعني انا اعمل لسواقين الميكروباص نقابه،
وسواقين التاكسي الابيض نقابه وسواقين التاكسي الاصفر نقابه. او ده اللي انت عايزه. انشئ زي ما انت عايز. وانا انشئ ليه؟ ما هي اصل هي مش كتر النقابات ولا كتر احزاب برضه. نقابه واحده يندرج تحتيها. انت دلوقتي عندك نقابه. انا هقول لحضرتك حاجه. انا عامه مش القانون اللي بيحكمني، اللي بيحكمني هو المفروض يحكمك. انا سعيد ولا كل واحد عنده سبوبه عايز يعمل من وراها مصلحه والزملاء موجودين. انت بترى ان هو النقابات اللي انشئت المستقله دي هي نتاج فساد وفي نفس الوقت لجمع الاموال. بالظبط كده. جمع الاموال من مين؟ من الكلمات. وان شاء الله ربي كرنبه 10 جنيه. احنا النقابه المستقله نظام تكافلي، يعني في نقابات. عملت ايه حضرتك لاعضاء النقابه؟ عملت لهم ايه؟ عملت لهم ايه؟ كتير. ايه قول لي كل كده. المكاسب اللي حصلت. قول لي عالجتهم؟ انا رفعت وجبه. خدوا مميز، خدوا اجاده. تمام. عمال هيئتنا العامه. ايوه. كام عامل يعني؟ كام عامل خد وجبه؟ 45,000. 45,000 عامل. أيوة. في كام الوجبه؟ 300 جنيه. يعني بكام كده كلهم؟ تقريبا كام الرقم؟ انت عايز توضح لي ان المكسب دوت خساره على الدوله. لما تسمعني وانا بقول لك انت يا استاذ اسمعني انت بس، انت بتقول 45,000 عامل. 300 جنيه يعني رقم كبير جدا. حضرتك حصلت عليه منين؟ غير المميز وغير الاجاده طب كمان. طب حضرتك حصلت عليه منين؟ وغير بقيه حقوقنا. طب حصلت عليه منين؟ من هيئه نقل العام. احنا هيئه مستقله ذات موظف خاص. ايوه حصة. خدتها منين؟ خدتها اتاوه ولا خدتها ضريبه ولا خدتها ازاي؟ حقوقنا. خدتها ازاي؟ صرفتها ازاي؟ صرفتها ازاي؟ صرفتها ازاي؟ ايه الطريقه اللي صرفت بيها الفلوس دي؟ مفاوضات مع مجلس الاداره، وبناء عليه تمت المفاوضات لصالح العمال. حلو قوي كده. المفاوضات اللي انت عملتها دي. أيوة. وصرفت بيها من النقابه من الحكومه بمعنى اصح. مش من الحكومه، ما انتوا مش فاهمين الحته دي. لازم اوضحها. احنا هيئه مستقله ذات موظف خاص. تبع مين يعني؟ تبع مش تبع حد. من الهيئه المستقله دي زيها زي الاجهزه التبعيه فيها. يا استاذي انت مش في الاخر، مش في الاخر عندك ميزانيه لجهه معينه يعني. لا لو سمحت ترد على سؤال. ولا تبع المحافظه. طب ميزانيتك مين؟ انت عندك ميزانيه مستقله. يعني ايه مستقله؟ هيئه مستقله. هيئه مستقله زي ايوه جهاز. بتجمع فلوس منين؟ بتجيب لك فلوس دي منين؟ تبرعات من الخارج؟ من تمويل اجنبي؟ احنا انتاجنا نقل الركاب من والى. من والى بتساوي كام؟ ايه السند القانوني اللي بيدخل فيه فلوس لخزنتك؟ ما انا بقول لحضرتك اهو، نقل ركاب. احنا بندفع. اذا كنتوا بتخسروا، نقل ركاب احنا بناخد دعم من الدوله. فرق تذكره بقى، فرق الدعم دوت. فرق التذكره حضرتك. والدوله بتخسر. الدوله دي عايزه تخدم الشعب، بتقدم له وسيله مواصلات مناسبه. اللي هي هيئه نقل العام، بيقطع مسافه مثلا من التحرير لحد 6 اكتوبر. بتدفع كام؟ 2 جنيه. خدها ميكروباصات، شوف هتدفع كام؟ مش اقل من 25 جنيه. يبقى الدوله دعمتك ولا ما دعمتك؟ لا مش 25. وده دور الدوله. هو ده الفكر السياسي بتاع سعادتك. ده دور الدوله. يعني انت دلوقتي الدوله تخسر 300 مليون جنيه بسبب الهيئه الفنيه للبلد. الدوله ما بتخسرش، احنا هيئه مستقله. بقول يعني لك بناخد من مكسبنا. يعني من رعنا، من يعني عرقنا. التقارير اللي بتطلع من مجلس الوزراء غلط. اللي بتقول 300 مليون جنيه خساير. مين قال لك غلط؟ انا قلت غلط. ده انا مقر معاه. يعني ايه ما بتخسرش وانت مقر بالخساره؟ يا استاذ الفاضل، الدعم ده يعني الدوله تلتزم تجاه الافراد بتقديم خدمه مجانيه. يعني يعتبر قيمه التذكره ديت مجانيه. يعني انت دلوقتي جنيه من التحرير لحد 6 اكتوبر. يعني انت بتطالب لو واحد يكب ميكروباص. قول انت. 6 7 جنيه. يعني انت بتطالب. انا ماشي معاك. انا واخد ب 7 جنيه. يعني انت بتطالب دلوقتي. بتطالب الدوله ان هي تخلي المواصلات مجانيه. طبعا انا نفسي ان تكون كل الخدمات مجانيه، مش المواصلات بس. الطب والعلاج والتامين الصحي ده بالكامل يكون مجاني. هي ده فكرك السياسي. تلتزم الدوله. ده الفكر السياسي بتاع سيادتك ان انت تخلي المواصلات. يا حبيبي انا ما بقولش فكر سياسي ليا. ما انا بقول. انا بقول انا اتمنى. مش دي امنياتك يعني؟ فكرة. طبعا. يعني اتمنى. يعني سيادتك لو وزير نقل دلوقتي هتطلع بكره قرار كل المواصلات الدوله مجانا. هقول لحضرتك حاجه. الفكره دي فكره خطا. انا ما بقولش مجانيه بالكامل. لما هي لان هقول كل هيئه مستقله بتنتج وبتكسب من انتاجها. يعني انا بدفع راتب للموظف والعامل والسواق والمحصل والناظر والميكانيكي والكهربائي وكذا علشان الاسطول ده يمشي ويركب حضرتك من الى. الاسطول دوت بيتكلف سي 10 جنيه. انا هنفق على الاسطول دوت ال 10 جنيه. طب انا بجمع من الراكب ده اللي هو حصيله الانتاج بتاعي. انت مش قادر تديني معلومه ثابته. انا بقول لك اهو حصيله. انا بقول لسعادتك دلوقتي ايه التناقض؟ لو الدوله هو متناقض مع نفسه على فكره. هو التناقض ان هو بيقر بالخساره
وفي نفس الوقت يقول لك احنا ده احنا نقابه مستقله وملناش علاقه بالنقابه الرئيسيه وفي نفس الوقت يقول لك احنا بناخد بنصرف عليهم 300 جنيه ويرجع يقول لك انا بصرف من جيبي. انت بتخلط الامور. احنا هيئه مستقله ذات موازنه خاصه. الحلقه مسجله يعني ممكن تعمل عليها تاني وتشوف حضرتك قلت ايه. طب ماشي انا بسالك في الاول قلت لي احنا اللي بنصرف من جيوبنا انا اللي بصرف من جيبي. انت بتتكلم عن النقابه ولا عن الهيئه؟ لا النقابه اللي حضرتك عاملها. احنا النقابه المستقله. احنا النقابه العامه الاول عشان اوضح بقى ومفيش نقابه تانية غيرنا. احنا النقابه العامه المستقله بهيئه نقل العام. يعني ايه مستقله؟ يعني قول لي يعني ايه مستقله؟ مستقله يعني مش تابعه للحكومه. واساس وجود النقابات كلها لازم تكون مستقله مش تابعه للحكومه. صح بالظبط. صح كده بالظبط. يعني ملهاش علاقه بالحكومه. لا 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 لا, لا ميزانيه ولا إطلاقاً. ولا وارد ولا صا ولا مصرف. ولا الحكومه بتدعمكم ازاي؟ ما تدعمش النقابه. مين قال لك بتدعم النقابه؟ انا قلت لك دلوقتي. انت لسه قايل دلوقتي ان احنا بناخد الدوله اوضح وجبه الوجبه مش عارف بكام قال يا استاذ الفاضل. هيئه نقل العام شيء والنقابه شيء تاني. هيئه نقل العام جهه اعمل بيها. النقابة هي انشئت لاصلاح العمال. يا استاذ الفاضل انا ما بكلمكش عن هيئة النقل العام. انا انت ممكن حضرتك تسمعني بعد طب الدولة هتدعم النقابة المستقلة. ممكن تسمعني ناخد رأيك. اتفضل. ممكن تسمعني؟ اتفضل. ما بتكلمش عن هيئة النقل العام. حضرتك رحت جبت شقة حطيت عليها يافطة كتبت عليها النقابة المستقلة. حلو كده الكلام ده؟ أكيد ليك مقر ولا مالكش مقر؟ لا لينا مقر. بس كده المقر ده أكيد شقة. أنا مش لا مش شقة. مش بتهكم على سعادتك. لا 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 مش شقة. أمال إيه مصنع؟ مقرنا نادي هيئة نقل العام. 4 شارع نجم الدين المتفرع من شارع الطرابيشي في ميدان الجيش. تمام قوي. تمام يعني ليك مقر هو طبعا نادي او شقه او غيره طبعا. المقر ده مصروفاته الشخصيه يعني انت دلوقتي من حصيله اشتراكات العمال انفسهم. العمال انفسهم بيشتركوا بكام عند حضرتك؟ ب 2 جنيه و30 قرش. تمام. في قد ايه الاشتراك ده؟ كل شهر ولا كل سنه؟ كل شهر. ويحصل وبيستفيدوا من حضرتك بكام؟ كتير جدا. كام يعني؟ قلت لك هو نظام تكفلي. طب اديني رقم. اديك رقم. اه بيستفيدوا مثلا في حاله الوفاه بيكسب بيصرف العام 500 جنيه وفي حاله زواج ابنين من ابنائه بيصرف كل مره 125 جنيه. انت عند حضرتك كم عامل في النقابه دي؟ في نقابتي ما يقرب من 13,000. 13,000 يعني لو قلنا 13,000 في 2 جنيه ونص يعني دخلنا في مثلا في 40,000 جنيه. صح كده؟ مش صح الحسبه بتاعتك بس تقريبا ماشي. انا يعني مش هنحسب بالمليم. بقول لك تقريبا ماشي ماشي. ال 40,000 جنيه النهارده بتصرف منهم على 14 عامل؟ على 14 عامل؟ على ال 14,000 عامل؟ على ايه؟ على 14,000 عامل بتكفلهم بال 40,000 جنيه؟ قصدك 13 ماشي. 13,000 عامل بتكفلهم بال 40,000. هو مش كل يوم في عامل بيموت ومش كل يوم عامل بيتجوز ابنائه. ما انا بقول لحضرتك هو بيقول لك ان كل شهر بيجي لك المبلغ ده بتصرفه فين؟ او بتصرفه ازاي؟ بصرف منه متحصلات للتكافل بتاعنا يعني تكافلي ما بين النقابات. يعني العامل اللي حصل في نقابة عنده حالة وفاة بياخد التكافل بتاعه من النقابة والعامل اللي عنده زواج بياخد من النقابة. الإعانة بتاعت النقابة ديت من النقابة من فلوس الاشتراكات. هل ده بقى بيغطي دوت بتكسبه كام منه؟ بيغطيك بنكسب. لا ولا بيخسروا؟ بيكسب. انتوا بتغطيكوا تكافلي يعني في نقابة بتكسب وفي نقابة بتخسر. النقابات دي مجموع ال 16 نقابة بيكملوا بعض في النقابة العامة. 16 نقابة؟ ايوه ال 16 نقابة فرعية ونقابة واحدة عامة اللي هي بتجمع كل النقابات دي. النقابة العامة ديت هي منوط بيها ان هي تخدم على ال 16 نقابة. النقابات المستقلة هي الجهة الوحيدة اللي وقفت لصالح العامل وحسنت ظروف العمل وحسنت الدخل. ايوه ايه الناتج يعني؟ يعني ايه حسنت الدخل؟ بقول لحضرتك حسنت الدخل وقلت لك جدا يعني زودت مرتب حضرتك؟ طبعا. ايوه عملت ايه قول لي بالظبط؟ بنبحث في القانون. لا بنبحث دي يعني لسه ما عملتش. لا 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 احنا عملنا على ارض الواقع وحضرتك ما اعرف انت عملت ايه. يبقى حضرتك يبقى انت بتخنك اللغه بس يعني انت حضرتك مش عارف تنطقي اللغه كلمه بنبحث. انت بتقول انت بتخلط اصلك ما بين الهيئه والنقابه. انا بقول لحضرتك انتاجك يا استاذ. يقول لك انتاج. كلمه انتاج دي انتاج يعني انت بحثت وانتجت ووصلت للانجاز بتاعك. انتاج انت جبت مثلا العمال ده تامين صحي على حساب الدوله جبته انت اتصدرت فيه وجبته. احنا عندنا فعلا مستشفى خاص. ما هو تبع الحكومه مش تبع سعادتك. لا تبع هيئه نقل العام. ملكيتها لهيئه نقل العام. هيئه نقل العام ملكيتها لسعادتك ونقابتك ولا وزاره النقل؟ ولا تبع وزاره النقل. ما انا بقول لك انتم مش فاهمين الحته دي. لا خالص. يعني هيئه النقل العام انا رافع دعوه اصلا عشان اعرف تبعيتي. هيئه النقل العام دي هيئه النقل العام دي أيوة. مش ليها مدير؟
ليه صح كده؟ المدير ده مين يرقصه في العمل؟ رئيس مجلس الاداره. ورئيس مجلس الاداره مين يرقصه في العمل؟ في وزير منوط بيه اشرافي اللي هو محافظ القاهره. يعني ايه منوط؟ يعني مثلا متوصي خلي بالك من الهيئه لغايه اما نرجع. بالظبط كده. يعني هم بيقولوا او النبي احنا هيئتنا للعام انشئت. ثواني بس هستاذنك، احنا انشئنا مؤسسه عسكريه. تبع مين يعني؟ ما انا هقول لك، انا رافع دعوه اصلا عشان اعرف احنا تبع مين. انا رافع دعوه قضائيه في مجلس الدوله لمعرفه تبعيه هيئتنا للعام. يعني الاتوبيسات دي اللي في الشارع اللي ماشيه في الشارع دي تبعكم واحنا مش عارفين؟ تبع مين؟ الاتوبيسات اللي تنقل الركاب دي تبع مين يعني؟ تبع النقابه عندكم انتوا اللي شارينها ازاي يعني؟ ما انا بقول ساعات انا بقول لك مش فاهم الفكره. انا مش فاهم نقابه. طيب نقابه مستقله ولا بتتكلم عن الهيئه؟ يا استاذ انا بقول لسعادتك دلوقتي، انت جبت ايه لعمالك اللي انت خدته ايه؟ هو قول لي كتير كلمه والله كتير والله. انت انا بقول لك جبت لهم سكن، جبت لهم شقق، علقتهم على حسابك، على حساب النقابه بتاعتك انت اللي جنيتها من وارداتك انت. سيبك من الهيئه العامه ماشي. انت كشخص انا بدافع عن العمال ضد تظلم ضد دي اول حاجه انت جبتها ما شاء ماشي. الله عليك وانت بتدافع عن العمال. تمام انا احييك على الحته دي. ايه تاني بقى؟ وحسنت بيئه العمل بالنسبه للعمال. والحمد لله حسنت البيئه. ايه البيئه بقى؟ ايه هي البيئه دي اللي اتحسنت؟ هعرف ايه البيئه اللي اتحسنت؟ يعني كان في العمال مثلا دخان في البيئه وانت بعدت الدخان عن العمال؟ طيب في اسطوره هاخد اللي انت عملته للعمال او ايه التحسين او ايه الحاجه المعيشيه اللي العمال لمسوها، ولكن في الفقره الثالثه والاخيره من هذا البرنامج وهي فقره بعنوان اراء وحلول نطرح فيها سؤال لساده المشاهدين: هل تقوم النقابات العماليه المستقله بدورها كما ينبغي؟ جابونا على هذا السؤال من خلال انتظار اسفل هذه الشاشه. ننتقل لهذه الفقره والاخيره ونعود مره اخرى. الفقرة الثالثة والأخيرة من هذا البرنامج نناقش في هذه الحلقة دور النقابات العمالية المستقلة في مصر. أستاذ إسماعيل، أستاذ محمد كان بيسألك بيقول لك إيه اللي أنتوا عملتوه كنقابة مش كهيئة للعمال؟ أنت قلت له حسنا الدور المعيشي. تمام أقول لحضرتك ماشي. نمرة واحد، إحنا أخذنا العمال من إيد اللجان النقابية اللي كانت بتبيعهم لصالح الإدارة ولصالح مجلس الإدارة. أنا هديك مثال صحيح في جمعية اسمها جمعية التكافل لهيئة مال العام. بس عشان وقت البرنامج مش ماشي كبير. ما أنا هوضح لك. أنا عايز حاجات ملموسة. ما أنا هقول لك عملنا لهم نظام صحي، عملنا مش عارف إيه، عملنا حاجات ملموسة. إحنا عندنا مستشفى. أستاذ إسماعيل بعد إذن سعادتك، اللجان دي لجان فاسدة. تمام. لجان سرقت الناس وسرقت الدولة وسرقت العمال وسرقت كل حاجة. تمام. ربنا ياخدهم إن شاء الله ونخلص منهم. تمام. سعادتك بقى وزمايلك في النقابه المستقله، ايوه، اللي عملتوه اللي اللجان دي ما كانتش بتعملوه انتوا عملتوه. اللجان دي ايه بقى؟ كانت بتعمل ايه؟ كانت بتاخد حقوق العمال في التامين الصحي، بتاخد حقوق العمال في العلاوات، في المكافئات، في الاوفر تايم، بتاخد حقوق العمال في اي حاجه. اسمعني بس، اسمعني. العامل النهارده، العامل النهارده عايز منك ايه؟ عايز منك تحل له مشاكله. أيوة. راجل تعب عايز يخش يلاقي علاجه في مستشفى، يلاقي الدواء بتاعه في مستشفى. تمام. راجل عنده مشاكل في تعليم ابنائه، راجل عنده مشاكل في السكن، راجل عنده عايز يطلع يلاقي نادي خاص بيه. اسمعني بس، ما خلاص انا كده وصلت. انت حضرتك انت لو انت قلت لي، لو انت قلت لي احنا والله جمعنا من بعض كاعضاء في النقابه وانشانا نادي اجتماعي كده بنيناه وعملناه، او خدنا حته ارض وعملناها وحدات سكنيه لمحدود الدخل بتوعنا، او عملنا مستشفى خاصه بيه، او عملنا نمره واحد. هقول لحضرتك الانتاج بتاع حضرتك هتقول لي محاسب وعملت. لا 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 لا، نمرة واحد في مستشفى هيئة نقل العام، احنا كان عندنا اتنين مستشفى. في مستشفى منهم في شارع الجلاء وفي مستشفى. ما انا بقول لحضرتك دي مش بتاعتك، دي بتاعت الهيئة. يا استاذي اما انا بتكلم في ايه؟ انت عملت في ايه؟ وانت بنيتها؟ انا بقدم دلوقتي مقترحات من العمال لتصحيح وضع معين. يعني سعادتك كل دلوقتي بتوعني الاداره وبتوعني. يبقى انت سعادتك دلوقتي نقر ان سعادتك من 2011 لغايه النهارده بتقدم مقترحات. لا 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 لا، احنا عملنا على ارض الواقع. انت بس بتاخد عملت الكلام كده. فين الانتاج؟ طيب. يعني مثلا في المستشفى في 3 عربيات اسعاف حاليا. انت اللي جايبهم؟ برضه انا؟ امال النقابات المستقله هي اللي ساعدت. انتوا بتطالبوا عشان تجيبوه؟ وبنجيبوا. احنا بنطالب بالمفاوضات. يعني بنطالب ونشجب وندين. تحسين رواتب العمال انفسهم. قلت لحضرتك زياده الوجبه بقت 300 جنيه. حضرتك بتفكرني باعضاء مجلس الشعب اللي بيروحوا يقولوا يوهموا الناس، واحنا سفلتنا لكم الشارع، واحنا دخلنا لكم الميه، احنا ما واحنا عملنا وهم. الصرف. لا 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 انا بقول لك ملموس مش وهم. لان في الاخر لو انت بصيت في ميزانيه اي وزاره او يعني خطه الوزاره، وزاره النقل لها خطه، وزارة التعليم لها خطة، وزارة الصحة لها خطة. لو انت بصيت في اي وزارة هتلاقي لها من ضمنها النقابات، او من ضمنها
حقوق العمال او مطالب العمال او ما شابه. فاذا كان النهارده احنا عندنا خطه ان احنا نجيب 3 عربيات اسعاف، فيجي الاستاذ اسماعيل مع احترامي ليه اتفضل يقول لك انا جبت 3 عربيات اسعاف، زي ما يجي مجلس الشعب بتاع دايره معين يقول لك انا جبت خط الميه ده او انا جبت الاتوبيس اللي هو كان موجود في القطاع ده بيقولوا احنا جبنا الاتوبيس اللي يطلع من المحطه اللي في يعني هو عضو مجلس الشعب يا ده يا استاذ الفاضل انت راح اتفضل على الحكومه وامرهم وقال لهم يا اولاد 60 في 70 بكره الصبح تنزلوا لي خط من المحطه فين المحطه، رغم ان دي ميزانيه الدوله او خطه الدوله. النهارده سواء عضو مجلس الشعب كذاب بيدعي باطلا على اهل دايرته ان هو اللي بيدخل الخدمات، عضو مجلس الشعب وظيفته ان هو يقعد في البرلمان يحافظ على حقوق الناس في سن قوانين وتشريع وما يوافقش على قانون يظلم، لكن هو ما تقول له عضو مجلس الشعب برضه انت بتقول له ما انا بقول لحضرتك دفعت ايه عشان تقول زيهم حضرتك وجه للعمله انت واجه للعمله الاخرى لعود مجلس الشعب، حضرتك دلوقتي بتدعي بالباطل ان انت بتجيب للعمال بتوعك كذا وكذا وكذا، لكن كل ده اصلا في خطه الدوله او في خطه الوزاره، ايا كانت الوزاره دي سلبيه انا ما بدافعش يعني عن الوزاره. يعني لو الدوله دي ثواني انا ما بدافعش عن الوزاره، نقابات مستقله كانت الهيئه ادت العمال حقوقها من نفسها ورفعت الوجبه وادتهم المميز وادتهم الاجاده وادتهم كل البدلات اللي موجوده يعني حاليا. يعني اكيد حضرتك التحسين ده كله يعني اكيد حضرتك يعني اكيد حضرتك كانت هتجيب رعايه يعني اكيد حضرتك لو جاي برنامج اسمعني يا استاذ اسماعيل لو حضرتك جاي برنامج لو انت حضرتك جاي برنامج هتقول لي برضه كانت وعارف ان ده انتاجك لو انت عارف مفيش نقابه مستقله يا استاذ اسماعيل ما تتكلم كلام معقول حضرتك لو انت جاي برنامج وعارف ان ده انتاجك انت ومجهودك انت ومجهود نقابتك انت كان على الاقل طلعت لي خطاب بتخاطب بيه وزير النقل بتقول لي يا وزير النقل احنا نقابه فرعيه او نقابه مستقله او اي نقابه لينا مطالب كذا 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 ورد علينا يرد عليك الراجل بانهي صفه يرد عليك بانهي صفه يعني انت دلوقتي مالكش صفه والله مش فاهم والله اقول لك ان احنا مش تبع حد احنا بنخاطب مين طيب لما تقول حاجه يعني هم مثلا جابوا لكم الثلاث عربيات الاسعاف دول انتم مالكوش صفه ومش تبع حد جابوا لنا ازاي جابوا للعمال جابوا للمستشفيات العمال دول موجودين عندهم مش عند سعادتك يا استاذي العمال انت دول موجودين عندهم هم مش عارفين سعادتك انا بقول لك انتوا مش فاهمين الفكره الفرق ما بين النقابه وهيئه نقل العام النقابه دي هي بتدافع عن حقوق العمال وبتحسن بيئه العمل فين مكاتباتك يا استاذ اسماعيل إيه؟ مكاتباتك فين مكتب موجوده في النقابه ما احنا عندنا سجل النهارده تطلعنا عليها يعني لمين يعني بتخاطب مين بقى؟ يعني انت بخاطب كل الجهات الحكوميه طب ايه بخاطب رئيس الوزراء وبخاطب رئيس الجمهوريه انا بخاطب رئيس وزراء او بخاطب وزير بقول له يا سياده الوزير انا ليا حقوق في كذا 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 طبقا للناس اللي معايا دي في النقابه معايا 14000 عامل ده انت تنزل تملى بيهم ميدان التحرير بكره انا بخاطبك بكذا كذا 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 فين هو رد عليك مش عاملين حساب لعمال هيئه نقل العام اضراب عمال هيئه نقل العام يوقف حال البلد دي وعلشان كده احنا على فكره لا لا على فكره مع احترامي مع احترامي لا 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 مع احترامي اضراب هيئه نقل العام انت بتهيص ليه؟ لا 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 مع احترامي ما تهيصش انتوا اضربتوا بدل المره ثلاثه ها واسف في اللفظ اللي انا هقوله الجيش اداكوا على دماغكوا ونزل بعساكره وحل المشكله انا بقول لسعادتك ده اللي حصل يا حبيبي احنا كمواطنين الجيش ما ركبنا في عربيات شايها عساكر جيش ماشي تمام حصل يعني في الاخر ما حدش قدر والله انت بتهيص على الفاضي انا مش بهيص والله بتهيص على الفاضي انا مش بهيص انا بقول لك احنا عمال هيئه نقل العام ناس محترمين ومتحضرين ومثقفين وعارفين حقوق المواطن انت ما بتمثلش هيئه نقل العام على فكره عشان بس انا ما بمثلش هيئه نقل العام بطبيعه الحال انا بمثل النقابه المستقله بهيئه لا النقابة المستقلة دي مسمى يافطة كده على كتب لا 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 مين قال لك كده؟ انا بقول لسعادتك لا 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 على ارض الواقع حاجة فين هو خلص. فين هو؟ انت فين بس مكتباتك؟ طب فين مكتباتك؟ كتير فين موجودة في النقابة طيب في كل الجهات لتحسين يا اخي انا لو مكان سعادتك انا لو مكان سعادتك وعندي نقابة فعلية ليها نشاط وليها اجراءات وليها بيبر وليها مكتبات ومخاطبات اجي كده اطلعها قدام الناس حتى احس ان انا راجل عندي تنظيم عندي فين هو ده طيب عندي في النقابه العامه كله في مخك طبعا لا كله لا في مخي طبعا يبقى انت لا تصلح للعمل الاداري ولا النقابي فين لو ما عندكش ورق زي ما عايز يقول لك عندي في النقابه العامه يعني هو انت طلبتني ان انا اجيب لك وما جبتلكش انت عندك في النقابه العامه بصفتك ايه بصفتك عضو ولا رئيس نقابه انا مش رئيس نقابه انا قلت لك انا امين عام النقابه المستقله بالاداره العامه انت بتقول لي عندي في النقابه العامه عشان ما النقابه العامه دي هي النقابه الام اللي ماسكه كل النقابات الفرعيه يبقى كانت محتاجه مستقله يعني النقابه الام دي محتاجه تطلع منها حامل هي ما انا بقول لك عشان كده انتوا مش فاهمين النقابه المستقله دي احنا مش فاهمين احنا الوقت الحلقه قرب ينتهي وعايزين نفهم اللجان النقابيه دي شيء كانوا 4 لجان نقابيه تبع نقابه تانية بره هيئه نقل العام اسمها نقابه النقل البري
احنا بقى نقابه هيئه نقل العام المستقله، نقابه عامه فيها 16. لفظ المستقله ده مين اللي حاطه ساعتك؟ لفظ المستقله ده معناه ايه؟ ليه؟ عارف يعني ايه معنى مستقله؟ عارف يعني ايه معنى مستقله؟ ايوه يعني اشرح لك انا معنى مستقله. اتفضل. معنى مستقله ان في كل طلع منه جزء استقل عنه، صح؟ يعني في كيان ثابت كبير. انا بشرح لك كلغه بقى. تمام تمام. كيان ثابت كبير كده طلع منه ناس منشقه، ايا كان يوم كيان فاسد ابن عشان كلب. عشان كده بتقول لي منبسط يا عم اسمعني بس. كيان فاسد ابن كلب واحنا ناس اشراف هنطلع من الفساد عشان نعمل كيان مستقل، لكن للاسف بقى لنا 6 سنين بنبحث وبنفكر وبنعمل يعني وما عندناش حتى ليتر هيد بنكتب عليه. ما عندناش. مين اللي قالك ما عندناش؟ انا بقول لك كل المستندات والوسائط موجوده عندنا في النقابه العامه، كل ما يخص. احنا لسه عاملين جمعيه عموميه يوم 3 يوم الجمعه اللي فاتت ديت، يوم 3 جمعيه عموميه. الاتحاد العام مش قادر يعمل جمعيه عموميه. انت بتخاطب الجماهير دلوقتي، فين انتاجك؟ فين انتاجي؟ انتاجك موجود. هو انا يا دكتور خالد انا راجل دلوقتي خاطبت الوزير المختص وقلت له يعني اجيب لك الجوابات والمستندات بتاعتي. لا ده المفروض ده خطا إيه؟ ده خطا جوهري عند حضرتك انت. انا العمال بتوعي محتاجين كذا لان دي حقوقهم. عم ردت على الوزير بالموافقه ده انا اخدها بروزها واحطها في مكتبي موجوده. ان انا كل ده انا موجود. انا دلوقتي موجوده في النقابه بتاعتي. طيب خليني بس اسالك سؤال يعني. انا هشيلها على كتفي واجيبها لحضرتك. تشيل على كتفك كده بيبر ده بيبر ده ليتر هيد اي 4. ماشي ماشي بس هو انت عايزني اجيب لك حاجه معينه؟ انت بتنسب بتنسب لحضرتك حاجات مش موجوده في الوهم. انت هات لي بخصوص الموضوع ده كذا. ما انا بقول لحضرتك اللي انت عايزه يا استاذ الفاضل. انا بقول لك انتاجك انت ايه؟ قاعد تقول لي فين هو؟ قول لي قول لي انت عملت ايه؟ بنيت مستشفى؟ عملت مدرسه؟ احنا عندنا مستشفى حسناها. احنا عندنا مستشفى. بفلوس مين؟ من فلوس العمال. من فلوس مين يعني ايه؟ يعني انت اللي اتفقت مثلا على ميزانيه وعملتها من عندك؟ يعني انت حسنت المستشفى دي مثلا دخلت مجلس جبت لها وحده لو سمحت النقابه بتاعتك النقابه بتاعتك جابت مثلا وحده غسيل كلى دخلتها المستشفى العام دي وحسنت بيها المستشفى؟ مش النقابه بتاعتي اسمها. بص انا هقول لحضرتك في حاجه اسمها منظومه عمل اللي هي هيئه نقل العام، وفي منظومه نقابيه اللي هي النقابه المستقله بتاعتنا. النقابه المستقله دي بتتفاوض مع منظومه العمل اللي هي هيئه نقل العام، مجلس ممثل في مجلس ادارته في تحسين بيئه العمل بالنسبه للعمال. مثلا المستشفى عايزين نحسن فيها 1 2 3، عندنا عدد السراير كان قليل لا نزود عدد السراير، عندنا غرف العمليات كذا كذا كذا، احنا عندنا تحسينات. تعال شوفها على ارض الواقع. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده الكلام اللي حضرتك بتقوله. لكن اللي انت هتقعد تقول لي اللي حضرتك بتقوله ده مثبت عندك ان طبعا. انت اللي عملته طبعا. انت اللي عملته كنقابه مستقله؟ كنقابه مستقله انا اللي اتفوضت على ان انا اعمل كذا وكذا وكذا، كل ده موجود بالمستندات. طلعت ما انا مش متابع ان حضرتك عملت كده. وانت قلت لي هات وانا ما جبتش. انا اللي المفروض اقول لك هات، مش انت المفروض جاي دلوقتي تخاطب الناس وتقنعهم ان انت راجل بتقوم بدور الدوله او بتقوم بدور النقابه الام او النقابه العامه ان هم فسده وحراميه وبيسرقوا الدوله لان انت اللي قلت كده. انت قلت حضرتك ده بيخسروا على الورق، معنى كده ان هم حراميه وبيقدموا ميزانيات مضروبه ان هم بيخسروا. لا لا يبقى هم فسده. لا لا الوزير لا لا. ورجالته والنقابه العامه ورجالتها بيسرقوا وانت راجل حريص على مال العمال. فين ما يثبت الكلام ده؟ انا حريص على مال العمال صحيح. طب فين ما يثبت الكلام ده؟ لكن انا ما قلتش ان ده حرامي او ده سيء. لا فسر لي معنى ان هم بيخسروا على الورق. حاضر. معنى طيب خلينا ناخد صوت الفون استاذ محمود. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك اتفضل. محمود حبيب من الجزيره سمعت. اهلا بيك اتفضل. سعادتك بالنسبه للناس اللي بتتكلم عن النقابه المستقله دي ما لهمش اي صفه نهائيه تبع النقابه العامه للنقل البري. بل الفلوس بتاعتهم اللي بياخدوها كلها حرام في حرام. والدليل على كده ان كل السواقين اللي اشتركوا معاهم كانوا ما لهمش اي اوراق تخص النقابه العامه. ولا يقدر يطالب باي حق في النقابه العامه، والمده بتاعته دي بتعتبر ساقطه في النقابه العامه. يعني انت عايز تقول ان الاستاذ اسماعيل او ان هو يمثل نقابه مستقله دلوقتي ان الاموال اللي بياخدوها بيتحصلوا عليها؟ ما لهاش اي صفه قانونيه يا سعاده الباشا. ما لهاش اي صفه قانونيه. ارد عليك. ردك يا استاذ اسماعيل. النقابه اللي هي اللي ليها صفه قانونيه النقابه العامه للنقل البري. اسمها ايه؟ النقل البري، مش اسمها هيئه نقل العام. انا بقى نقابه هيئه نقل العام. النقل البري بيشمل فيها النقل العام وكل جميع الاصفار. لا 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 بكره كده حضرتك هيطلع لنا واحد يعمل نقابه للتاكسي الاصفر، واحد يطلع يعمل نقابه للتاكسي الابيض، واحد يعمل
نقابه للميكروباص 6 سنوات. اذا سمح القانون بذلك ايه المانع؟ المانع ان يبقى عندنا 10 رؤساء جمهوريه وعندنا 5000 حزب. نسمعه بعدين كده. اقول لك انا النقابه المستقله تبع الميكروباص، والنقابه المستقله تبع التاكسي العداد، والنقابه المستقله تبع الموتوسيكلات. صح، ما لهمش اي صفه، هم اساس. استاذ محمود وصلت رسالتك، استاذ محمود بشكرك شكرا جزيلا. استاذ اسماعيل هيرد عليك دلوقتي، اتفضل. اولا احنا نقابه ظهرت علشان في فساد في نقابه النقل البري اللي حضرتك تبعها ديت، وبيسيئوا للعمال وبيهدروا حقوقهم، فاحنا متطوعين ولسنا معينين. طب متطوعين دلوقتي تقريبا تحصيل النقابه في الشهر الواحد لو 2 جنيه و30 قرش في عدد ال 14000 يوصل جهاز تقريبا مركزي للمحاسبات من 33000 جنيه شهريا. ولينا انشاء في البنك حساب، ويقدر اي حد يقدر يطلع عليه في اي وقت. وبقول لحضرتك احنا لسه يوم 3/3 ده، يوم الجمعه الماضي، عملنا جمعيه عموميه في حسابات كامله، ولينا محاسب قانوني. أيوة، يقدر يطلعك على ما تشاء من مستندات تقول كل جنيه دخل وكل جنيه خرج. ال 40000 جنيه شهريا بتعملوا بيها ايه؟ ما انا بقول لحضرتك. طب وليه ما يكونش الفلوس دي بتروح نفس في تنميه للافراد؟ بنعمل فلوس على الورق، مش زي ليه ما تكونش فلوس على الورق وان انتوا ما بتعملوش بيها حاجه اصلا؟ ما انا هقول لحضرتك فلوس على الورق. في تنميه، يعني عملنا مصايف، عملنا قاعه افراح، عملنا انا لو منك يا استاذ اسماعيل، مع احترامي لسعادتك، يعني لو منك اركز مع نفسي شويه تمام، واحس ان انا استفدت من الحلقه دي. ان انا بعد كده لما اجي اتكلم بالمستندات على الاقل اقنع الجمهور واقنع الناس اللي معايا، لكن انا انت طيب. انت بتتهم الغير بالفساد رغم ان انت ما فيش دليل على كلامك ان هو صح. انا طيب. خلينا ناخد صوت تليفوني، ناخد صوت تليفوني، اخد صوت تليفوني الاول. المركز للمحاسبات هو اللي طيب. عمل مناقضات والموجوده. انا طيب ناخد صوت تليفوني. استاذ محمد السلام عليكم. استاذ محمد السلام عليكم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك، اتفضل. بحييك وبحيي برنامجك وضيوفك. اهلا بيك. انا والله عاوز اوجه للاستاذ اسماعيل رساله صغيره. النقابات العماليه والله والله سواء المستقله او العامه ما لهاش اي دور اساسا، ويعني مش شايفين لها اي دور اساسا. هي فعلا حبر على ورق زي ما انت بتتبع اي نقابه يا استاذ محمد؟ بص مش اي نقابه، انا فعلا انا مش شايف لهم اي دور عموما، يعني سواء النقل او غير النقل في اي نقابات، فعلا حبر على ورق. وبقول للاستاذ محمد، استاذ محمد، استاذ محمد وصلت رسالتك. استاذ محمد بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك. طيب يعني نيجي لنفس ال 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 اتفضل. اولا انا عايز اقول لك حاجه، احنا يعني كل كتير من الناس قالوا فعلا في ناس كتير بتعاني من ماشي. فكره وجود النقابات وكثره النقابات، تلاقي 20 نقابه لجهه واحده. انا هقول لك، انا هعترف ان في نقابات فاسده، وهعترف ان في نقابات ورقيه، لكن انا بقول لك انا تبع نقابه هيئه نقل العام، لينا مستنداتنا. انا برضو لينا آسف. كل انا برضو اسف ان اقول لحضرتك، انا بقول لك بص فكره النقابات المستقله يعني انت عايز تقاطعني وانا ما اقاطعكش. انت بتكرر الكلام تاني، انت بتكرر الكلام. لا لا انا ما بكررش الكلام، انا بقول لك ان احنا هيئه نقل العام لينا نقابتنا المحترمه اللي ليها كل المستندات والوثائق، ومدون لينا كل ما بنتبع للحكومه. يعني مش بنتبع للحكومه، احنا مستقلين مالناش دعوه بالحكومه. وكل النقابات حتى الاتحاد العام ده المفروض يكون مستقل، لان كلمه نقابه معناها ان هو جهه صرة. الاستاذ محمد بيرى انه كلمه استقلاليه تعني وجود اساس وتم الاستقلال عنه. المفروض ان النقابات العامه ديت تكون مستقله اصلا. يا استاذ الفاضل، يا استاذ الفاضل، نقابه المحامين ماشي. ايوه، ينفع بكره واحد يقول لك انا هعمل نقابه المحامين الجزئيه، واحد يقول لك انا هعمل نقابه المحامين النقد. انت فاهم ان نقابه المحامين دي نقابه واحده يا استاذ؟ انا بقول لحضرتك يا استاذ بترجع للنقيب، يعني في الاخر سامح عاشور ده ملوش كلمه على نقابه في موجوده في الصعيد، ليه كلمه عليه؟ كلمة طبعا. بس خلاص هو ده النقيب الرئيسي. صح؟ تمام تمام. كلها واخده سواء نقابه فرعيه او نقابه تتبع المحافظه. احنا عملنا نقابات مستقله ولينا اتحادات مستقله. يا استاذ اسمع، الاتحاد هو اللي بيبقى انت نقابه. انت يعني لسه انت بتنقد نفسك، انت مش مدرك. انا عايزك بس تراجع الحلقه دي بعد ما تروح. حاضر. تشوف انت قلت كام كلمه وعكسها في الحلقه. ماشي. انت بتقول ان احنا مالناش علاقه بالدوله ومالناش علاقه بالنقابه الام، وترجع تقول انا تتبع في الاخر. يا استاذ الام يا استاذ اسماعيل، يا استاذ اسماعيل، انت ما انا بقول لك انت مش يا استاذ اسماعيل. النقابه الام هي النقابه العامه للنقل البري. لا احنا مش تبعها. لو سمحت لو مش سمحت تبعها. ما هي دي النقابه، هي دي لا النقابه. لا 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 اسمع يا حبيبي، احنا مش تبعها. اسمها ايه؟ النقل البري، بعيد عن هيئه نقل العام. ما انت مش احنا نقابه هيئه نقل العام. انت عارف يعني ايه نقل بري؟
انا عارف يعني ايه نقل البري. يعني بيجيب مركب يعني يشمل كل النقل البري. اما انا هقول لك نقل بري كل مواصلات النقل البري. حلو قوي. انا بقى هيئه نقل العام لوحدينا كده عملنا نقابه لوحدينا. يا حبيب قلبي ما هو ده غلط. مش غلط. مين قال لك انت اللي بتقول ثقافتك دي ده غلط؟ انا لا مش غلط. يعني معنى كده صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بكره بقى هيطلع واحد من رجالتك اللي هم معاك في المصلحه اللي انتوا عاملينها. أيوة. تمام. أيوة. هيطلع يعمل من نقابه هيئه النقل العام دي. يقول لك نقابه هيئه النقل العام بالمنيب لوحدها كده مستقله، او هيئه النقل العام للعربيات الميني باص مش الميكروباص او مش الباص الكبير. اوضح لك ايه الفرق بينك وبين نفس لك. الفكره اهو هوضح لك. نقابه هيئه نقل العام اللي احنا النقابه العامه ديت فيها النقابات الفرعيه دي اللي هم ال 16 نقابه دولت تبع نقابه واحده اسمها نقابه هيئه نقل العام. انا بقول لسعادتك انت نفس الفكر الايديولوجيه بتاعتك دي. يعني ممكن تتكرر. انت تقول واحد تاني يطلع يعني يعمل نقابه زي يعني بس مستقل يعمل نقابه زي بالظبط كده. التعدد ده مطلوب. مطلوب. انا بقى مع التعدد. يعني هو الاتحاد العام بقى اللي رافض التعدديه ديت ليه؟ لانه عايز يحتكر المساله علشان يقود الامال جهه. لا 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 ده هي بص هي الموضوع يسيسهم تبع الجهه الاداريه. خلي النهارده الاتحاد العام يتواجد اي حاجه للجهه الحكوميه. هتبص تلاقي يدعو للاتحاد العام. لا 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 كل المناصب محجوزه للاتحاد العام. الموضوع كله ليه ما بيعترفوش؟ انت بتقرأ ان الاستاذ محمد بيدعم الاتحاد العام وبيدعم مصالحهم وبيدعم ارائهم. خطا يعني هو مش مدرك اللي هو بيقوله كمان. أنا مش لكن انا ايوه هفضح لك. ما انا بقول لك اهو يعني انت حضرتك الاتحاد دوت اساء يعني للعمال وباع العمال نفسهم يا استاذ. يعني وانت عملت ايه للعمال؟ هو انت مستني منه يا سيدي. انا بقول لك على هو اهو لو ما افسدش يا استاذي استاذ لو ما افسدش. انا بقول لك على هو اهو. هو اتحاد فاسد وابن كلب اكتر من كده. انت عملت ايه لعمالك؟ عملت كتير قوي. ايه هو طيب قوله لي. انا بقول لك على ارض الواقع انت اللي مش لاقي. ايه هو قول لي. بقول لك انا قول لي كده. طورت المنظومه الصحيه بتاعتي. طورت المنظومه الصحيه بتاعت مين؟ بتاعت عمال هيئه النقل العام للعمال. انا بتكلم عن طورتها طبعا. يعني انت عملت منظومه وتطوير والوزير اعتمدها وكتب كده ايه يعتمد تطوير الاستاذ اسماعيل وطبق الكلام. لا لا بص انت بتخصخص. يعني ايه طورت ده؟ انت قيادي صاحب قرار. انت كلمه طورت دي انت صاحب قرار. محمد عايز يقول انه التطوير ياتي من صاحب قرار لكي يطور. النقابه العامه دي هي اللي بتعمل كل اللي انا ممكن اقول لك عليه ده. لكن احنا كنقابات فرعيه بنادي نفس العمل ولكن التجميع بتيجي في النقابه العامه. نقابه فرعيه فين؟ في هيئه نقل العام. انت نقابه مستقله ولا نقابه فرعيه؟ ما انا بقول لك اهو انا مستقله ولا فرعيه؟ أمين عام النقابه المستقله فرعيه من النقابه العامه بهيئه نقل العام. يعني ايه فرعيه ومستقله؟ في نقابة عامة ليها 16 نقابة فرعية. لا انا بقول لك المسمى بتاع النقابة بتاعتك اسمها ايه؟ النقابة المستقلة. ايوه تمام. يعني ايه مستقلة؟ النقابة العامة. يعني ايه مستقلة؟ ايه؟ اشرح لي يعني ايه مستقلة؟ يعني مستقلة لا تنتمي لجهة الإدارة. يعني قرارها من نفسها. من نفسها طبعا. صح كده؟ طبعا. صح كده؟ طبعا. طب يعني اللي بياخد قرار فيها بينفذه بإرادته الكاملة. بمجلس إدارة النقابة. مجموعة. صح كده؟ مجلس إدارة النقابة. صح كده؟ صحيح. طب أنتوا تقدروا تروحوا عند الوزير تقولوا إحنا هناخد القرار ده وننفذه في المنظومة بتاعتنا ويقول لكم نعم وحاضر؟ بص أنا عايز أقول لك حاجة. طب أنتوا بتنفذوا حاجة اسمها المفاوضات عشان بقيت هتضيع وقت الحلقة. في المفاوضات اللي بتتم ما بين يا أستاذ أنت بتقول مستقلة أهو. بس مستقلين. ما أنت مستقلين يعني ما نتفاوضش. يعني أنتوا دلوقتي لو عايزين تقدموا يا أستاذ إسماعيل لو أنتوا عايزين تقدموا مقترح ويتم الموافقة عليه بتقدموه بالعافية؟ ولا بتقدموه بالعافيه ازاي؟ يعني القانون ايه القانون بقى اللي بيقول بصفه ايه؟ طب ما انت مستقل يعني انت يعني قرارك بتاخده من افكارك ومن خلال الجمعيه بتاعتك او الناس اللي موجوده معاك. انا دلوقتي لما اروح اخاطب ناس اخاطبهم يا جماعه بعد اذنكم بس خلوا بالكم مننا في الحته الفلانيه. لا دي لا 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 ولا لا لا لا. انا عندي 13000 عامل او 14000 عامل لو ما مقترحات لو ما معاها حلول رفضوا المقترحات. ازاي رفضوها؟ هقول للعمال بتوعي والله انا عملت اللي عليا وقدمت لكم المقترح واتفضلوا اي حاجه اتصرفوا. ايوه اتصرفوا يعملوا ايه يعني؟ ما هو انت دلوقتي انت مش صاحب قرار. ثواني لا الدوله تصرفوا تاخد تصرفوا. ما انا هقول لك اهو لازم الدوله تاخد بالها ان نقيب العمال دوت هو بيوفر على الدوله جهد كبير قوي ان هي بدل ما تكلم 45000 عامل لا بتكلم عدد من الافراد اللي هم. ما هو نقيب العمال ده ليه نقيب؟ العمال دول ليهم نقيب. انت عايز تعمل لكل 10000 واحد او بلاش 10000. انا اتحداك اذا كان انت عندك 14000 واحد في الجمعيه بتاعتك. انا قلت لك وعلى مسؤوليتي الشخصيه على مسؤوليتي الشخصيه لو ثبتت ان انت عندك 14000 في القناه هنا انا ملزم بقى. برضه بقول لك 14000 بقول لك 13000
12000. انا اسف جدا على الالف زياده ده. لا 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 12000 لو ثبتت ساعتك جاي تقولها. لا 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 لو ثبت لو ساعتك قدامي انا على الهوا اثبت لك. لو انت ثبتت ان انت معاك 13000 عضو آه. طبعا معاك بطايقهم وكرنيهاتهم وطبعا طبعا مستندات كامله مستنداتهم كامله. لو انت معاك 13000 عضو انا بقول بتحدى سعادتك. انا بتحدى سعادتك لو معاك 13000 انا من اقوى النقابات في مصر. طب انا بقول لسعادتك اهو لو معاك 13000 عضو انا هتبرع لكل عضو ب 1000 جنيه للنقابه انا شخصيا. ايه رايك في العرض ده؟ طب خلينا ناخد صوت اللي فوق. الاستاذ محمد السلام عليكم. على الهوا استاذ محمد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بيك اتفضل. يا اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك اتفضل. تحياتي للاستاذ اسماعيل وللضيوف بتوع حضرتك. اتفضل استاذ حضرتك. الاستاذ اللي بيتكلم عن النقابه العامه لعمال للنقل البري. النقابه المستقله. لا النقابه العامه. النقابه العامه. عن النقابه العامه. ايه لازمتها حضرتك وايه الدور اللي بتقوم بيه لعمال هيئه النقل العام؟ ما لهاش اي لازمه. الله. لا انا برد اهو ملهاش اي لازمه. انت حضرتك معاك التليفون زي ما نقابتك ملهاش اي لازمه بتاخد مجالك في الكلام. ما انا بقول ساعات انت سالت وانا جاوبت. ثواني اتفضل يا استاذ محمد اتفضل. ده السؤال الاول. ايه دور النقابه العامه للنقل البري بالنسبه لعمال هيئه النقل العام؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني حضرتك بتسال مين؟ بتسال الاستاذ محمد يجاوبك على السؤال يا استاذ اسماعيل. انت عايز تعرف الدور من مين؟ من لا 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 انا بسال الاستاذ مش الاستاذ اسماعيل. استاذ محمد مش الاستاذ اسماعيل. استاذ محمد بتسال عن ايه؟ بوجه سؤالي للاستاذ محمد. اتفضل. ايه الدور حضرتك اللي النقابه العامه للنقل البري بتقوم بيه وبيخدم بيه هيئه النقل العام؟ ما انا بقول لسعادتك اهو انا بعتبرها ما لهاش لازمه. استاذ محمد وصل الدور اللي عملته كده هجاوبك. بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ محمد. طب استاذنك بقى اوضح حاجه. خليه بس يرد عشان بيجي يوضح عليا. اتفضل. انا بقول لحضرتك النقابه العامه دي ما لهاش لازمه. تمام. انت ايه الدور اللي انت عملته اللي هو ليه لازمه؟ لا كتير. قول لي ايه هو. طيب هقول لك بقى. نقابه النقل بلاش كلمه كتير يعني قول لي حاجه على طول كده. طيب ما انا اوضح لك اهو. نقابه النقل البري ديت وافقت في جلسه جمعيه عموميه في التكافل 4/3/2010. وافقت على مين يعني؟ وافقت لمين؟ وافقت لمجلس الاداره على ان هو يعمل. ما هو مين مجلس الاداره؟ مجلس رسمي بيعتد بقراراته. في جمعيه اسمها جمعيه صندوق التكافل بهيئه نقل العام. الجمعيه ديت جمعيه مستقله داخل هيئه نقل العام. لا دي جمعيه تبع التضامن الاجتماعي داخل هيئه نقل العام لصالح العمال. نقابه النقل البري ديت وافقت في جلسه 4/3/2010 على ان ترفع اشتراكات للعمال، يعني ياخدوا من العمال مبلغ اشتراكات ازيد وصل بيه ل 8% ويتخصم منهم 2% اخر مستحقاته. يقف. ما انا هفهمك بقى. لا هو يقف الصرف 30/6/2009. لا يعني ايه 8%؟ يعني ايه 8%؟ اشتراكاته من ايه 8%؟ من الراتب الاساسي بتاعه. بتفكرني ب 7% بتاعت الاخوان دي على فكره. نسبه من الراتب الاساسي بتاعه. بتفكرني بمنظومه 7% دي. ما انا هفهمك بقى. يعني بياخدوا جزء منهم. يعني نفس 7% بتاعت للاضرار بالعمال وليست لصالح العمال. جميل. طيب لو النقابه المستقله كانت هي اللي موجوده ما كانش هيحصل. استاذ اسماعيل بشكرك شكرا جزيلا. استاذ محمد يعني كلمه اخيره، انت بترى انه النقابات المستقله هي نقابات منشقه نتيجه فساد بياخذوا اموال العمال؟ اذا كانت النقابات العامه الرئيسيه سواء بقى نقل عام او محامين او اعلاميين او صحفيين او غيره فشلت ان هي تجيب حقوق عمالها وحقوق اعضائها، فالنقابات المستقله ما هي الا وسيله تم تسييسها في عهد الاخوان للسيطره على النقابات وعملت احلال للنقابات. كانوا حاطين في دماغهم ان هم هيستمروا في الحكم وحاطين في دماغهم. بقول لك حافظ. انا بقول لحضرتك حافظ بس وتحولت لمصالح شخصيه وتحولت للاستثمار وسبوبه. جميل. وصلت ليها ان هو بس يطلع كارنيه ب 20 و30 جنيه مش اكتر. استاذ محمد اديب الكاتب الصحفي بشكرك شكرا جزيلا. على الجانب الاخر استاذ اسماعيل العاشر امين عام النقابه المستقله في الاداره العامه بهيئه النقل العام بشكرك شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين في كل مكان بشكركم لحسن المتابعه والى ان التقي بكم في حلقه قادمه اخرى وتحدي اخر. لكم مني كل التحيه والتقدير. انا خالد صقر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. التحدي قوم ودافع عن رايك والكل سامع. قول لنا الاضرار وطبعا قول لنا ايه المنافع وابن رايك عالدليل. قول لنا باسلوب جميل
واسمع الرأي البديل، تلقى نور الحق ساطع.